ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا في فقرتنا الثانية من برنامج حياتنا اليوم، فقرة استشارات قانونية مثل ما ذكرنا لكم نتحدث فيها عن التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا تعتبر ظاهرة التشهير عبر الانترنت من أبرز سلبيات الشبكة العنكبوتية، خاصة مع تعدد أنواع الاتصال وكثرة مواقع التواصل الاجتماعي. وترتبط قضايا التشهير بنظام الجرائم المعلوماتية، وهي آفة اجتماعية يقصد بها الإضرار والإساءة للناس والنيل من كرامتهم وسمعتهم. لذلك يجب الردع أصحاب النفوس الضعيفة في القانون أمان للفرد والمجتمع. يسعدنا تكون معنا في الاستوديو لمناقشة الموضوع الأستاذة عبيدة الشبل، المحامية ومستشارة قانونية. أهلا وسهلا فيك أستاذة عبيدة. هلا حياك. أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نتحدث بشكل عام عن الجرائم المعلوماتية وأنواعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الجرائم المعلوماتية هي استخدام الحاسب الآلي أو الهاتف النقال أو أحد برامجهما، يعني عارفة الحين كل حاسب والجوال في عدة برامج، صحيح. وذلك بهدف التشويه أو لأي سبب أسباب مشبوهة. طبعا مشكلة الجرائم المعلوماتية أنها تكون في عالم افتراضي، يعني هي ليست في عالم مادي، صحيح. وبالتالي فهي تقنية من الصعب الوصول إليها. فيما يتعلق بتصنيف هذه الجرائم، طبعا يختلف التصنيف بداية حسب التنفيذ. يعني هناك أولا التنفيذ أن يكون فردي، كأن يقوم فرد بالتسجيل أو التصوير لفرد آخر بهدف الابتزاز أو إساءة السمعة أو التشهير إلى ما هنالك. وقد يكون الفردي جماعي، أن يقوم شخص في هذه الحالة بأن يخترق مثلا لمجموعة أشخاص أو لشركات أو أي أشياء ثانية فيما يتعلق بأن يضر فيهم أو يدخل على الأرقام السرية أو يغير بالأرقام أو الأشياء، اللي هو اختراق الهكرز وغيره. وقد يكون جماعي فردي، مجموعة أفراد ومجموعة أشخاص تدخل على شخصية اعتبارية، تحاول أن تدخل فيها بعض البيانات الخاطئة، تحاول أن تغير فيها بعض الشيء. فهذه أنواع من حيث التنفيذ. نأتي التصنيف الثاني، يأتي من حيث الأهداف. قد يكون بهدف شخصي فردي، إثبات الذات. بعض الناس لديها الرغبة بإظهار ما تملكه من تقنية عالية في الدخول في هذه الأجهزة واستخدام هذه البرامج، فيكون إثبات ذات. قد يكون انتقام، قد يكون تشهير، قد يكون تزوير، أهداف مادية معنوية. وأخيرا هناك التصنيف حسب الدوافع، قد يكون دافع نفسي أو عقائدي. فهذه هي بشكل عام. بشكل عام. أيوة كثيرة. طيب يعني هالنوع من الجرائم غير تقليدي تماما، كيف ممكن يتصرف الشخص إذا تعرض لسرقة مثلا صورته الشخصية أو حتى التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ أيوة. لو عرف الشخص إن من هو الذي قام بذلك، مثلا الذي قام بالتشهير من جهازه الخاص أو من خلال حسابه الخاص في تويتر أو أي موقع، فيكون من السهل في هذه الحالة على الشخص أن يتقدم للمحكمة ويرفع دعوى ويذكر فيها. ولكن تبدأ الصعوبة عندما يكون الشخص باسم مستعار أو قد يكون من خارج البلد الذي المتضرر استخدمه، ففي هذه الحالة قد يصعب، ولكن تحتاج فترة طويلة للوصول إلى المتسبب. طيب جميل. إذا تم تحديد الشخص بعينه من خلال حساب معين لديه مثلا في مختلف مواقع التواصل، أو أنا عرفت بشخص معين، كيف يمكن محاسبته؟ أيوة طبعا في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالتالي يتقدم الشخص المتضرر إلى المحكمة ويرفع دعوى على الشخص وأنه ثبت لديه بأنه قام بكذا وكذا. وهناك عقوبات واردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، صدر عام 1428. ما هي العقوبات أبرزها؟ فيما يتعلق بالإساءة الفردية، التشهير والدخول في الخصوصية، كتسجيل الصوت. أحيانا بعض الناس لا تعلم أنها جريمة، صحيح. يعني يقوم بتسجيل صوت أو مكالمة وهو لا يدري أنه اخترق خصوصية شخص. أو أحيانا نجد في بعض المناسبات للأسف أن هناك تصوير في الأجهزة، فهي كلها تدخل ضمن جرائم المعلوماتية. فبالنسبة لهذه التجاوزات تكون عقوبتها السجن سنة، وبالإضافة إلى غرامة حدها الأقصى 500,000 ريال. في حالة ثانية لو تم فيها سرقة أو تغيير أرقام أو شيء، قد تكون إلى 3 سنوات وتزداد الغرامة، وينظر القاضي في الموضوع. جميل. يعني انتشرت مؤخرا بكثرة مع يمكن وجود وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هالموضوع مثل ما ذكرتي يوميا نشوفه، لكن مو كثير من الأشخاص يجي بالهم أن هذا اختراق خصوصيات وتشهير. البعض قد يقول أنا أحتاج أثبت مثلا موضوع معين، مشكلة معينة في مكان معين، يمكن في مطعم معين شاهد شيء سلبي، كيف يمكن يثبت هالشكوى؟ يجب التصوير والتشهير عشان الناس يمكن يكون يعني عبرة له ولغيره. إن هو الشخص السبيل الصحيح كيف يعني هو الشخص يصور أو كيف ما يعني أنا مثلا ذهبت لمطعم معين أو مكان معين وكان شفت
شيء مو نظيف في هالمطعم، وحبيت اصور الموضوع عشان يعني انشره بشكل اكبر، عشان الناس ما تروح تاكل في هالمكان، او عشان ما يروح مثلا يشتروا من هالمكان. هالمكان هالتصرف اكيد خاطئ مثل ما ذكرتي، يعتبر يعني تعدي خصوصيات وتشهير بهالمطعم اكيد، وفي ضرر كبير لاصحابه. لكن قانونيا كيف ممكن انا يتم هالموضوع؟ في هذا، لو انت شخص راى ان هناك تجاوزات او في مطعم معين او الى ما هنالك، فيستطيع التقدم للجهات المختصه ويذكر، وتاتي الجهه المختصه. يعني كثير نسمع احيانا تم اغلاق المطعم الفلاني او المطعم الفلاني، فيوجد جهه مختصه هي التي تتابع، ممكن التقدم ببلاغ للجهه المختصه وبالتالي هي التي تتابع، لكن التصوير ونشر الصور يدخل في دائره التشهير. جميل. يعني خلينا نعطي الاشخاص بعض المساعدات اذا انا وجدت صورتي مثلا، او وهل ايضا سرقه الصور يعتبر من انواع السرقه الجرائم الالكترونيه؟ اكيد اكيد طبعا. طيب جميل، لو لقيت صورتي مثلا في حساب اخر كيف ممكن اروح لمين واعمل شكوى مثلا؟ لو ما عرفتي مين الشخص اللي هو نشر الصوره او اللي هو سحب صورتك وادخلها، في هذه الحاله ممكن اذهب الى قسم الشرطه وهو يرفعها الى التحقيق والادعاء، وهم في هذه الحاله يتابعوا بالتقدم الى المحكمه وتاخذ مسار اي دعوه يعني ثانيه. جميل. يعني صار في وعي شوي كثير من الناس، يعني حتى اصبح مو سهل الواحد يشتم او حتى يتعدى على اعراض اخرين، لانه فعلا صار في عقوبات رادعه، وهالموضوع فعلا مهم. احب انك توعي بكلمات ايضا للمشاهدين والمشاهدات، ايضا في مراهقين ومراهقات بيتعدوا على خصوصيات ناس اخرين فعلا، لانه هذه من حياتهم الخاصه ضمن خصوصيتهم، والأسوأ لما تكون داخل بيوتهم ايضا، مو حتى في اماكن عامه. فحابه من خلال لقائنا اليوم تعطي نصائح توعي فيها المجتمع بهالمشكله. أيوة. بداية العدم يعني إرسال أو نشر أي صورة خاصة لأي جهاز أو أي شخص سواء تعرفه أو ما تعرفه، يعني ممكن استغلالها بطريقة ما. حتى الآن نجد أنه يمكن إمكانية اللعب في نفس الصورة، يعني قد تدعي صورتك بشكل وتظهري فيها بشكل آخر، فالأفضل عدم إرسال هذه الصور إلا لمن تثقي به 100% إرسال هذه الصورة. شيء ثاني، لابد أن الشخص يعرف، قد يعتقد أن هذا الأمر أمر بسيط ولا يوجد فيه شيء، يعني بعض الناس تقوم بهذا العمل وهي لا تعرف أنه جريمة. صحيح. ولكن هناك بعض المجرمين المتخصصين في جرائم المعلوماتية كسرقة بعض الأرقام السرية في حسابات البنوك أو غيرها، في هذه الحالة يوجد ضرائر أضرار مادية كبيرة فيما يتعلق باختراق هذه المواقع. ولكن لو تحدثنا عن الجانب الشخصي وفقط يعني في حال نشر الصور وإساءة السمعة والتشهير، فالأفضل عدم إرسال هذه الصورة لأي شخص، عدم إعطاء جهازك الخاص سواء كان الهاتف يعني الخاص فيك أو حتى جهاز اللابتوب أو حتى رقمك السري في أي حساب تفتح، عدم تمكين أحد من الدخول إليه. كذلك يجب يعني من وجهة نظري أن بعض الجهات يعني كشركة الاتصالات أن تقوم هي بالتوعية، يعني إرسال رسائل الإلكترونية بشكل دائم سواء للشخص الذي يمكن التعدي عليه ماذا يفعل، انه ان يحرص على كذا وكذا، وايضا بالنسبه لش انه قد يكون هناك عقوبه في حال التصوير، في حال النشر، في حال الاعتداء على خصوصيات الاخرين. بالاضافه الى ذلك الاعلام المرئي والورقي، كلها يعني جهات لابد تكون مع بعضها البعض لتوصيل التوعيه للاشخاص بعدم. بالتاكيد اتمنى فعلا يكون وصلت رسالتك لجميع اللي بيشاهدون الان، الموضوع جدا خطير ابدا لا يستهان به. أكيد كل الشكر لك أستاذة عبيدة الشبي المحامية ومستشارة قانونية على وجودك معنا ونشر وعي أكثر للمشاهدين والمشاهدات. شكرا لك. العفو، شكرا لك. أكيد مشاهدينا راجعين لكم لآخر فقرة من فقرات برنامجنا مع الشيف المتميز اللي هتكون معنا اليوم، جهزت لنا طبق لذيذ وسهل بإذن الله. تابعونا بعد هذا الفاصل.